سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش تتقدم في مدينة حرض عقب حصار الحوثيين فيها، والتحالف يعلن الطرق المؤدية إليها ضمن العمليات العسكرية. كاميرا سهيل ترصد سير المعارك في وادي الجفرة غربي مارب عقب هزيمة حوثية قاسية. تعز تحيي اليوم العالمي للسرطان والأسبوع الخليجي للتوعية بمخاطر المرض. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. واصلت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم تقدمها باتجاه عمق مدينة حرض من محورين، على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا. وقال المركز الإعلامي بأن قوات الجيش الوطني تمشط الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة وسط اشتباكات عنيفة مع فلول ميليشيا الحوثي المتحصنين داخل المدينة. ومع تقدم قوات المنطقة الخامسة فجرت ميليشيا الحوثي البنايات المرتفعة جنوب وغرب المدينة، وكثفت من زراعة الألغام وتفخيخ المداخل والبنايات. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلة التحالف تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي شرق جبل ومعسكر المحصام جنوب شرق المدينة. ولا تزال المعارك على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض. وأكدت المصادر مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في مدينة حرض بنيران المدفعية وغارات مقاتلة التحالف ودعم الشرعية. أعلن التحالف العربي فجر اليوم بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة المختطفة صنعاء وفي عدد من المحافظات اليمنية بالتزامن مع عملية معارك تشهدها مناطق محافظة حجة. ودعا متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي دعا المدنيين إلى عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض. وقال المالكي في بيان له بأن التحذير يبدأ من الساعة الثالثة فجرا اليوم السبت الخامس من فبراير 2022 وحتى إشعار آخر باستخدامها باعتبارها ضمن منطقة العمليات، ويتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في مديرية حرض شمال غرب محافظة حجة خلال عملية عسكرية وبإسناد واسع من التحالف العربي. منذ أكثر من أسبوع والمعارك الضارية تدور على امتداد محاور القتال شمال غرب محافظة مارب. مراسل سهيل زار خط النار في وادي الجفرة التابع لمديرية مجزر ورصد سير العمليات العسكرية في لقاء مع أحد قادة المعركة. من وادي الجفرة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب تدور معارك ومواجهات ضارية هنا في وادي الجفرة. تحاول الميليشيات الحوثية احداث اختراق لكنها ذابت حشودها وذابت مجاميعها في وادي الجفرة هنا في اقصى شمال غرب محافظة مأرب. معارك ضارية لا زالت تدور حتى هذه اللحظة. هناك رصاص الميليشيات الحوثية من اقصى وادي الجفرة يستهدف هذا الموقع. حول المواجهات الضارية والمعارك الضارية التي تدور الان في وادي الجفرة هنا بمديرية مجزر، نسمع منك عن المعركة وعن جغرافيا المعركة. هذه المنطقة تتبع إداريا وجغرافيا لمديرية مجزر. ما اسم المنطقة؟ اسم المنطقة وادي الجفارة. هذه المنطقة يعني تنشط فيها يعني معارك ليلية وفي النهار لمدة يعني حوالي الأسبوع باستمرار، ونقوم بصد هذه الميليشيات وتقويضهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح. ودارت اليوم معركة عنيفة وانتحروا والحمد لله، ولا زلنا صامدين وبعدهم الى صنعاء والى مران، ولا المعركه الان يعني بادئه واحنا لهم بالمرصاد ان شاء الله. اذا حول المعركه منذ اسبوع وهي تدور وهناك مواجهات عنيفه، اريد ان اسمع منك تفاصيل عن المواجهه منذ اسبوع.
يعني تحاول الميليشيات يعني أن تعوض الخسائر في جنوب محافظة مأرب بالهجوم في شمال المحافظة، أو تحاول أن تستعيد ما خسرته في اليمين، أن تستعيد شيئا في الشمال. ولكن نقول أن هذه الاستراتيجية أو هذه الخطط مدروسة ومعروفة عندنا، ولا يمكن إلا أن ينالوا الهزيمة مثل ما هم يتكبدوها في اليمين سيتكبدوها في الشمال، وسيكونون قريبا في مفرق الجوف وما بعد مفرق الجوف. عن معنويات أبطال الجيش الوطني في هذه الجبهة. المعنويات عانق السحاب، وبعدهم بعضهم بإذن الله. بإذن الله. إذن نجدد التأكيد بأننا في مديرية ميزر، وأن هذا هو وادي الجفرة، والذي لا زال أبطال الجيش الوطني في المواقع المتقدمة داخل وفي بطن الوادي. أنا أريد أن تؤكد هذا وأن توضح هذا. أكيد هذه الأرض جغرافيا تتبع مديرية مجزر. هذه المنطقة اسمها وادي الجفرة، وهذا الوادي اسمه وادي حلحلان. هذه يعرفها الجميع أن هذا وادي حلحلان وهذا وادي الجفرة، ولا زلنا صامدين وثابتين في هذه المناطق، وهي تتبع مجزر وليست تتبع رمضان. إذا الشكر لك. مواجهات ضارية، معارك ضارية لا زالت تدور حتى هذه اللحظة هنا في وادي الجفرة بمديرية مجزر في أقصى الشمال الغربي لمحافظة مأرب. ولتوضيح سير العمليات القتالية، أقف في وادي الجفرة حيث لا زال أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسيطرون على مساحات كبيرة في بطن الوادي. لتوضيح المعركة في مديرية مجزر، كما يؤكد أبناء ويؤكد قادة المقاومة ويؤكد أبناء هذه الأرض، بأننا في وادي الجفرة بمديرية مجزر نكاد أن نتوسط المسافة ما بين مدينة مأرب وما بين العاصمة صنعاء، إذ أنه إلى يسارنا العاصمة صنعاء على مسافة لا تزيد عن 90 كيلومتر، وإلى يسارنا مدينة مأرب في مسافة تزيد عن 70 كيلومتر، حيث لا زالت المعارك تدور في وادي الجفرة. اليوم وهو يوم السبت 5 فبراير 2022، المعارك الضارية والمعركة الشرسة هنا في بطن وادي الجفرة التابع لمديرية مجزر. أبطال المقاومة الشعبية، أبطال مقاومة مجزر، أبطال مقاومة رغوان، أبطال المقاومة وأبطال الجيش الوطني يخوضون معارك أسطورية بعد أن حاولت الميليشيات الحوثية تخفيف الضغط عن الجبهة الجنوبية لقواتها بشن هجوم وتسلل عبر هذه الأودية، إلا أنها منيت بخسائر كبيرة، وما زال أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يذيقون الميليشيات الحوثية يذيقونها ألوان العذاب في هذه المساحات وفي هذا الوادي، وادي الجفرة، والذي كان واحدا من ساحات الإعدام للأمواج وللمجاميع الحوثية، إذ أن وادي الجفرة على مدار سنتين من المواجهات الشرسة لم تتمكن الميليشيات الحوثية أن تتجاوز خط الدفاع في وادي الجفرة التابع لمديرية مجزر بشمال غرب محافظة مأرب. عبدالإله البوري، سهيل. هذا والتقت كاميرا سهيل بعدد من المقاتلين الذين خاضوا المعركة صباح اليوم واغتنموا أسلحة وعتادا للميليشيا الحوثية في وادي الجفرة شمال غرب مأرب. على متن إحدى دبابات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في مديرية مجزر في أقصى الشمال الغربي لمحافظة مأرب، وحيث تدور المعارك الضارية. أخباركم يا فندم، معنوياتكم؟ والله المعنوية عالية، لقد تم يعني على الحوثي شوي، الحوثي ميليشيات هجوم عادي وتم دحرهم وفصالهم من هنا، والآن يهربون كالجلدان كالقرود وهما يفرون أمامنا. ما واجهونا أمام ربع ساعة، والله ما وقفوا أمام ربع ساعة، ونحن الآن في مدينة مجزر على نحو محافظة محددين محدد منطقة الجوف. ونرحب ونشكر قناة سهيل على زيارتكم إلى المقدمة وإلى النسق الأول وباهتمام الجيش الوطني، ونشكركم على زيارتكم ثاني مرة. الشكر لك وعافكم الله. المهم، كيف المعنويات، كيف الأمور؟ بالنسبة للمعنويات 100%، ولن نهزم بإذن الله، والنصر حليفنا بإذن الله، وإنهم مهزومين في خلال هذه الأيام القادمة. أخبارك يا فندم؟ والله أخبار قوة القوة. العدو هجم اليوم والحمد لله ردنا مكسور مهزوم، وما النصر لا من عند الله، ونشكر قناة سهيل. على متن إحدى دبابات الجيش الوطني هنا في أقصى الشمال الغربي بمديرية مجزر شمال غرب محافظة مأرب، حيث لا زال أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسطرون البطولات الخالدة. أخباركم يا فندم وكيف؟ أخبار قوة القوة. نشكر الطاقم الإعلامي الذي زارنا لمواقع العز والبطولة،
ونقول العدو يكف ايده ويكب يزق باطفال الى محارق. واذا زج اذا استمر يزق واذا زج فاحنا لا نحصد، هو يزق واحنا نحصد. ونقول للشهداء والله نحن على عهدكم. كيف المعركه اليوم؟ المعركه قوه القوه، في تقدم، في انتصارات، العدو يهجم احنا نستعيد ونستعيد الموضوع. شيء غنائم، هذا غنائم، هذا ايوه هذا الغنيمه من حق العدو، هذا من غنائمهم. اذا هذه اسلحه الميليشيات الحوثيه، لا ادري اذا كان شعار اللعنه موجوده وشعار النكبه شعار 21 سبتمبر وينها؟ دوم الهارم والاحزار. لا لا فيه الا هو 21. اذا لا ادري، هذا هو ختم 21 وهو يوم النكبه التي نكبت بها اليمن يوم 21 سبتمبر. هذه معدلات وهذه شراشير الميليشيات الحوثيه بات يرجع فوقهم 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 عندهم انهار فوقهم فوقهم ان شاء الله لا اخر قطره من ادمان. بات قاتلهم بمعدلاتهم، قاتلهم بمعداتهم واحنا لهم بالمحصاد ان شاء الله. ما داموا في على اليمن فاحنا لهم الى حتى اخر قطره من ادمان. اذا لهم بالمرصاد وبالمحصاد، هذا المكان اصبح ومحصاد تحصد فيها الميليشيات الحوثيه. هذه معدلات وشراشير و بالروح بالدم نفدي اليمن، بالروح بالدم نفدي اليمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. يلا الله يعينكم. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بأن مؤسسة الجيش بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها ستبقى عند مستوى الثقة، وستمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتحرير كل شبر في اليمن من سطوة ميليشيا الحوثي المتمردة وتخليصه من الجرائم والممارسات الانتقامية التي ترتكبها. وقال وزير الدفاع خلال ترأسه اجتماعا موسعا لهيئتي القوى البشرية والإسناد اللوجستي والدوائر التابعة لها والدائرة المالية بوزارة الدفاع، قال إن العام 2022 سيكون عام الانتقال النوعي في سير المواجهة الوجودية مع المشروع الإيراني وعملائه الحوثيين. وأعرب وزير الدفاع عن ثقته في قدرة أبطال الجيش على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحيات الرجال والتفاف الشرفاء والأحرار ودعم الأشقاء في التحالف العربي. وبارك وزير الدفاع الانتصارات العظيمة التي يحققها الأحرار في المنطقة العسكرية الخامسة وفي جبهات مارب والجوف وتعز وصعدة ولحج والضالع والساحل الغربي. وثمن وزير الدفاع الدعم والإسناد اللوجستي الذي تقدمه قوات التحالف العربي ووقفتهم الأخوية إلى جانب اليمن وجيشه ومقاومته لاستعادة الدولة والاستقرار. وأوضح وزير الدفاع أن أبطال القوات المسلحة يقفون في مترس واحد مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لمواجهة الأطماع التوسعية الإيرانية ومشاريعها التخريبية المهددة للأمن الإقليمي والعالمي. سيرت مؤسسة وطن التنموية اليوم بالتعاون مع حرائر مارب والجوف وتعز قافلة غذائية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات مارب، ووجهت الحرائر رسائل لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات الكسارة وهيلان شمال غرب محافظة مارب، كتبتها على المواد التي تم إنتاجها، وأكدنا فيها أن النصر قريب وأن المجد يصنعه الشهداء الأبطال في الميادين. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطن رضوان مسعود بأن الدعم والإسناد الشعبي مستمر لأبطال الجيش والمقاومة حتى النصر واستعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي. من جانب آخر أكدت تسنيم الدجا إحدى المشاركات في القافلة أن المشاركة في القوافل الغذائية تحمل رسالة اعتزاز وفخر وإجلال بما يقدمه أبطال الجيش والمقاومة في الجبهات. تحت شعار أنتم الأعلون قامن حرائر الجوف ومارب بصنع حملة الكعك، وذلك مساندة لأبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية في جميع الثغور والميادين لمحاربة العدو الغاشم الحوثي. ورسالة لكم من أخواتكم، لكم منا كل الاعتزاز والفخر والإجلال والاحترام. أخواتكم يساندنكم بما يستطيعن. الله الله أن تسدأوا الفراغ الذي تركه الجرحى والشهداء. جيشنا الوطني قبائلنا الحرة، قبائلنا الحرة قاداتنا الشرفاء والعظماء، إياكم أن تسدأوا الفراغ الذي تركه الشهداء خلفكم. النصر للوطن، الشفاء للجرحى، الرحمة للشهداء. دمتم ودام الوطن بخير. تحيات أخواتكم الجوف ومارب وتعز. كشف تقرير صدر حديثا عن مسرح عمليات مفتوحة لأكبر شبكة تهريب في العالم
جندتها إيران لتزويد مرتزقتها في اليمن بالأسلحة والذخائر المتنوعة وبالخبراء والوقود والمخدرات. نريد خلاصة ما جاء في ذلك في التقرير التالي. أكد تحقيق صادر عن موقع المصدر أونلاين تورط 35 شركة صناعية وتجارية تعمل ضمن المنظومة الإيرانية في تهريب الأسلحة والدعم اللوجستي إلى ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية في اليمن، بينها 10 شركات إيرانية. وقال التقرير إن تلك الشركات الإيرانية رأس الهرم في هيكل المنظومة، ويليها شركات وسيطة تتواجد في إيران ودول أوروبية وأسيوية وخليجية، وتستخدم كواجهة لتغطية أنشطة الحرس الثوري الخارجية. وبحسب التحقيق فإن 45 شخصا يعملون ضمن منظومة التهريب، منهم 17 إيرانيا يتولون قيادة أنشطة التهريب إلى اليمن، والبعض منهم يديرون شركات وسيطة تنشط في التهريب خارج إيران. وأشار التحقيق إلى أن رجال أعمال موالين لإيران يقودون شركات وسيطة تتولى 4 مهام لبيع الوقود الإيراني وتحويل الأموال لدعم أنشطة الحرس الثوري الخارجية وشراء الأجهزة والمعدات العسكرية وشحنها إلى إيران وتهريبها إلى أذرعها المسلحة في المنطقة بما فيها ميليشيا الحوثي. وأفاد التحقيق أن 5 شركات إيرانية على رأس الكيانات الإيرانية التي مكنت ميليشيا إيران الحوثية من امتلاك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وزودتهم بخبرات تجميعها وتركيبها وإطلاقها لضرب أهداف داخل اليمن وخارجها. وذكر التحقيق أن الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات هيسا زودت الميليشيا الحوثية بأنظمة الطيران المسير، ويليها مجموعة الشهيد باقري الصناعية SBIG والشهيد همت الصناعية، وتعتبران من أهم المؤسستين الصناعيتين لإنتاج الصواريخ بأنواعها. وبين التحقيق أن 6 من القيادات العسكرية الإيرانية تقود عمليات تهريب تقنية الصواريخ البالستية إلى الحوثيين وكل ما يتعلق بتركيبها وتشغيلها، وهم محمد باقري كاظم أباد ومحمد آغا جعفري وجواد بربات شير أمين ومحمد سيد علي طهراني ومهدي أزاد بيشة، إضافة إلى محمد إبراهيم زرغر طهراني. ويلي 6 من القيادات الإيرانية سعيد أغاجي قائد قيادات الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويقود عمليات تهريب أنظمة الطائرات المسيرة إلى الميليشيا الحوثية، حيث وضعته واشنطن على قائمة عقوباتها. وثق فريق الخبراء الأممي المعني بشأن اليمن هجمات ميليشيا الحوثي على الملاحة استهداف السفن التجارية وزراعة ألغام بحرية قبالة سواحل الحديدة. وقال فريق الخبراء في تقريره الأخير بأنه تلقى بلاغات تؤكد أن ميليشيا الحوثي تجمع وتخزن الزوارق المفخخة في مينائي الحديدة والصليف وتستغلهما لاستهداف الناقلات والسفن في جنوب البحر الأحمر. وأشار الفريق إلى أنه تم اكتشاف 205 ألغام بحرية منذ بداية الحرب وحتى 31 من أكتوبر 2021. وقال إن ميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت 92 زورقا مفخخا لاستهداف السفن والناقلات في البحر الأحمر. وأوضح التقرير أن وتيرة إطلاق الزوارق والطائرات المفخخة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية لاستهداف الملاحة قد زادت خلال العام المنصرم. حذر البرلمان العربي من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف رادع وحاسم ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران. وأدان البرلمان العربي في بيان له يوم أمس الأول هجوم ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات. وأكد البرلمان العربي أن اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية المتكررة تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الإنسانية والأعراف الدولية، كما تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشدد البرلمان على أهمية إدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية تهدد المدنيين
والاستقرار الإقليمي. قالت صحيفة ذا ناشيونال البريطانية بأن مختطفا بريطانيا مسلما تعرض لتعذيب وحشي في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء. وأوضحت الصحيفة أن محققو ميليشيا الحوثي كسروا ذراع البريطاني المسلم بان لوك سمونز في محاولة لإجباره تحت التعذيب على الاعتراف بأنه جاسوس بريطاني. وأشارت الصحيفة إلى أن سيمونز عانى نمطا وحشيا من التعذيب في سجون الحوثي، حيث تعرض للضرب بقضبان حديدية والتعليق بالجدران والتهديد بالاغتصاب. وأكدت الصحيفة البريطانية أن سيمونز بأن البريطاني ما يزال رهن الاحتجاز منذ سنوات دون تهمة أو إدانة. أكد ناشطون حقوقيون استخدام ميليشيا الحوثية للمدنيين كدروع بشرية ترجمة لأيديولوجيتها الإرهابية. وطالب الحقوقيون المشاركون في الندوة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بعنوان استخدام الحوثي للمدنيين كدروع بشرية في المجتمع الدولي طالبوا المجتمع الدولي بموقف حازم ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي وتصنيفها على قوائم الإرهاب العالمي جراء ما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في اليمن. وأوضح رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق فيصل القيفي أن ميليشيا الحوثي ما تزال تستخدم المدنيين كدروع بشرية لعملياتها العسكرية المختلفة في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأشار القيفي إلى أن ميليشيا الحوثي تحتجز المدنيين في مواقع عسكرية وتخزن الأسلحة في مواقع مدنية كالمدارس والمستشفيات، وتستخدم الأماكن السكنية كمنصة لإطلاق الصواريخ والمقذوفات. أدان مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة حضرموت الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المحافظة. وعبر الصحفيون عن استيائهم لما تقوم به السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من اعتقالات وتهم وملاحقات ضد مجموعة من الصحفيين جراء التعبير عن آرائهم وانتقادهم للأوضاع التي تعيشها المحافظة. المزيد في الاستطلاع التالي. الحقيقة من المؤسف جدا أن تشهد حضرموت الثقافة والحضارة انتكاسة كبيرة تجاه تقييد الحريات وتعرض الصحفيين للسجون وتغييب لفترات تتجاوز المراحل القانونية، خصوصا إذا ما ثبت أن تهمهم ذات صلة صحفية. أما إذا كانت جنائية فنحن أيضا نطالب أن من أطلق سراحهم وتم تبرئتهم لم يتم إدانة الطرف الذي أودعهم بالسجن في من هم تجاوز العام. طبعا هناك معروف في حضرموت ما تسمى غرفة العمليات للصحافة، وهي غرفة رقابية بمثابة رقيب. وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 90 من أحدث القوانين التي استفادت من التجربة المصرية وغيرها. تعرض الصحفيون في محافظة حضرموت مؤخرا إلى انتهاكات شديدة، ونحن نقف بشدة ضد هذا ونطالب الجهات القانونية بالتصرف ووضع الحلول، وكما ندين هذه الانتهاكات. وكما اعتقلت الصحفية هالة باضاوي نطالب بالإفراج عنها. الحريات الصحفية في محافظة حضرموت للأسف الشديد في الفترة الأخيرة ضيق عليها ولاقت تقييد كبير جدا. هناك العديد من الصحفيين ربما لم يستطيعوا التنقل داخل المحافظة بشكل جيد وبحرية كاملة. أيضا إلى جانب أيضا انتهاكات طالت العديد من الصحفيين في مختلف أرجاء المحافظة، وبالتالي نحن كصحفيين ندين هذه الانتهاكات على اختلافها، سواء كانت طالت صحفيين أو صحفيات. وأيضا ندعو السلطات المحلية إلى تفهم العمل الصحفي وأيضا إتاحة الحصول على المعلومة لكل الصحفيين الموجودين، إلى جانب أيضا ندعو نقابة الصحفيين إلى القيام مجددا وتنظيم أمورها الإدارية لحماية الصحفيين في المستقبل. قالت الحكومة إن إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظة المحررة بلغ نحو 312 مليون دولار،
وأوضحت وكالة سبأ أن ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن استقبل اليوم الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية البالغة 60,000 طن متري من مادة الديزل. وأشارت سبأ إلى أنه من المقرر أن تصل إلى الميناء خلال الأيام القليلة القادمة كمية 30,000 طن متري من مادة المازوت استكمالا لوصول الدفعة السابعة. وقال وكيل وزارة الكهرباء عبد الحكيم بأن المنحة النفطية السعودية حققت نتائج إيجابية شملت العديد من القطاعات الحيوية وساهمت في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال توفير المبالغ المالية وتسخيرها للمجالات التنموية. من جهته نوه مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي بأن المنحة السعودية منذ بدايتها في شهر مايو من العام الماضي ساهمت في تشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية وتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية. تواصل شرطة السير مع بقية الوحدات الأمنية تكثيف دورياتها بكورنيش الغيظة لمنع مضايقات العائلات باعتبارها المتنفس الوحيد لعشرات الأسر خاصة في العطل الأسبوعية. يقطع هؤلاء عدة كيلومترات من مديرية الغيظة إلى شاطئها الساحلي للتنزه مع أسرهم في العطل الأسبوعية في ظل غياب المتنزهات داخل المدينة، رغم أن أطفالهم لا يجدون ألعابا كثيرة يستمتعون بها. إن الناس ليس لهم متنفس غير هذا الكورنيش وغير هذا المكان المتميز، ولذلك نحن بدورنا ندعو الجهات المختصة وخاصة السلطة المحلية بقيادة الشيخ محمد علي ياسر بأن يجعلوا اهتمامهم وجل اهتمامهم في مثل هذه المناطق أو مثل هذه الأماكن الطيبة التي تتوسع للناس وتفسح لهم وتغير من أجوائهم. والله احنا الحين في الكرنيش المهرة يحتاج الناس يتمشوا فيه من الجمعة إلى جمعة، العوائل تنزلن، لكن ماشي حدائق دولة في الكرنيش، الحدائق المفروض بغينا من السلطة المحلية يصلحوا حدائق فيها، يطوروا الكرنيش تطوير يطوروه. انعدام الوسائل الترفيهية في باحة الكورنيش لم تقف حائلا أمام عشرات الأسر التي تعتبره قبلة لها لقضاء الإجازات على امتداد مساحته الطويلة. تكدس العائلات في هذا المنتزه الوحيد جعلها عرضة للمضايقات، وهو ما ضعف من حدة الشكاوى للجهات الأمنية التي قامت بدورها في نشر الدوريات لمنع اقتراب المركبات من أماكنهم. حسب توجيهات مدير الأمن بمحافظة المهرة ومدير شرطة السير نقوم بعمليات تصفية الكورنيش من ناحية دخول السيارات، تحط العائلة يعني تخرج السيارة برا، يعني بحكم يعني الكورنيش يكون فاضي من ناحية الشباب، مضايقة العوائل، مضايقة النساء. نحن معنا توجيهات بهذه الأمور، إن شاء الله نحن نأدي اللي نقدر عليه، ونشكر السلطة المحلية بهذا الاهتمام واللي قاموا به المجهود. استجابة قوبلت بارتياح كبير من قبل المواطنين، خاصة مع استمرار الخطة المرورية لتلك الإجراءات. القضاء على المظاهر السلبية وتطوير كورنيش الغيظة بات ضرورة ملحة باعتباره القبلة السياحية الوحيدة لسكان المدينة الذين يأملون اهتمام قيادة السلطة المحلية بهذا المنتزه وتوفير كافة الوسائل الترفيهية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. أحيت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة تعز اليوم العالمي للسرطان والأسبوع الخليجي للتوعية تحت شعار اللون حياة وبالتعاون مع رابطة الفنون في تعز. وشهدت الفعالية حفلا خاصا بالأطفال المتعافين من السرطان وعرض تجاربهم مع هذا المرض ومدى سعادتهم بالشفاء منه وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية. كما تم عرض لوحة الفنانة الفقيدة إيمان التي توفيت بالسرطان ولوحات فنية أخرى للبيع بالمزاد لدعم برامج المؤسسة العلاجية، حيث يستمر المزاد لأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في اليوم العالمي للسرطان وأيضا بمناسبة الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان، في هذا اليوم العالمي نحن نوصل رسالتنا للمجتمع أيضا، ونريد من خلاله حشد جميع الجهود وإيجاد شراكة حقيقية نحو الوقاية من هذا السرطان واكتشافه وعلاجه أيضا
بكل الإمكانيات المتاحة. اليوم نريد من المجتمع أن يزداد هذا الوعي نحو السرطان وهو المسبب الثاني للوفاة في العالم. مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز بحاجة إلى إمكانيات، بحاجة إلى جهود، بحاجة إلى شراكة، بحاجة إلى تكاتف جهود لكي نستطيع الحد من هذا الانتشار ووقاية المجتمع قبل الإصابة، وأيضا لكي نستطيع توفير الإمكانيات اللازمة لاكتشاف هذا المرض في وقت مبكر. انطلقت اليوم في تعز مسابقة جائزة الحاج أحمد عبد الله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه، والتي تتوزع إلى 10 أقسام مختلفة، استحدث فيها هذا العام جائزة خاصة للقراءات العشر وستكون على مستوى الجمهورية. جائزة الحاج أحمد عبد الله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه انطلقت مسابقتها السنوية اليوم دورتها الخامسة بمشاركة 30 جهة، والتي وزعت على صغار الحفاظ وفرع كبار الحفاظ وفرع الروايات المتعددة وفرع القراءات السابعة. كما استحدث هذا العام جائزة القراءات العاشر على مستوى الجمهورية. هذه الجائزة فيها تنافس على 10 فروع من فروع القرآن الكريم والقراءات والروايات المختلفة. الجديد في هذا العام أن فرع القراءات العشر الصغرى سيقام على مستوى الجمهورية اليمنية، ولأول مرة تقام في اليمن مسابقة في فرع القراءات العشر الصغرى. عدد الجهات المشاركة في هذه الجائزة أكثر من 30 جهة ومؤسسة قرآنية، وعدد الطلاب أكثر من 180 متسابق ومتسابقة. طبعا محافظة تعز من المحافظات المتميزة جدا في المشاركة الدولية. مؤسسة أحمد عبد الله الشيباني رغم وغيرها من المؤسسات، رغم أن المحافظة تعيش حالة حرب وحالة حصار وحالة دمار، وإلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها بشكل قوي جدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. انطلقت المسابقة مع بدايات موسم الطاعات، ستستمر لمدة أسبوع كامل صباحا ومساء بفروعها العشرة، وتتميز بتخصيص جائزة لكبار الحفاظ فوق 40 عاما وجائزة أخرى لصغار الحفاظ، لتجمع الآباء بالأبناء على مائدة كتاب الله والعيش والتربية عليه. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قوات الجيش تتقدم في مدينة حرض عقب حصار الحوثيين فيها، والتحالف يعلن الطرق المؤدية إليها ضمن العمليات العسكرية. كاميرا سهيل ترصد سير المعارك في وادي الجفرة غربي مارب عقب هزيمة حوثية قاسية. تعز تحيي اليوم العالمي للسرطان والأسبوع الخليجي للتوعية بمخاطر المرض. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.